إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تصلي، هل يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم ولو سرا دون التلفظ بذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر ذكره في القراءة، قراءة القرآن، يصلي عليه سرا، وإن جهر فلا بأس. أما إذا سمع ذكره من واحد خارج عن الصلاة فلا يستحب له أن يصلي عليه وهو في الصلاة، إنما يصلي عليه إذا كان خارج الصلاة.